وعلى هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2019 أدلى سعادة وزير شؤون الإعلام بتصريح لقناة أبو ظبي أكد فيه أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أكثر من 4000 مسؤول يمثلون حوالي 140 بلدا حول العالم على أرضها هو نجاح يحسب للمنطقة بأسرها. بلد الإمارات العربية المتحدة تستضيف مثل هذه القمم المتميزة، فمرحلة التنظيم اللي شفتها من قبل ما نحضر إلى هنا، دائما الإمارات تتميز في تنظيم مثل هذه الفعاليات. اليوم مشاركة أكثر من 4000 شخص من أكثر من 120 دولة أو 140 دولة، هذا بحد ذاته نجاح. مشاركتي مع الأخوة المتحدثين في هذه القمة والتنوع المواضيع لهذه القمة كلها مؤشرات نجاح. فيما يتعلق بموضوع التواصل، أنا أعتقد اليوم غير الأمس. بالأمس كان الإعلامي والمواطن يعاني من نقص المعلومة، اليوم بدأ بعضهم يتعب من تدفق المعلومات وكثرتها. الحكومات منتبهة لمثل هذا الموضوع منذ فترة، ولله الحمد اليوم أغلب الحكومات الخليجية بدأت تتجه إلى تقنية المعلومات وبدأت تتواصل بشكل مباشر مع مواطنينها ومع المقيمين. تقديم الكثير من الخدمات الآن بدأ عبر الأونلاين، فأعتقد إحنا لسنا بدول في هذا المجال دول نوعا ما متقدمة ولسنا متأخرين عن الركب. هناك قصص نجاح كبيرة، ترى الدول الغربية ما زالت في بعض أنظمتها في تواصلها ما هو مثل ما احنا نتصور او نشوفه عبر الإعلام، غير حقيقة. يعني اليوم احنا نشاهد المسؤول في تواصل مباشر، نشاهد القادة يتواصلون بشكل مباشر. كل ما في الأمر ان اعتقد ان المؤسسات الحكومية تحتاج انها تعزز هذه الثقة مع المستقبل، وفي نفس الوقت يكون لها دور مؤثر. اليوم احنا اكثر ما نحتاجه هو صناعة التأثير. في ظل تدفق هذا الكم من المعلومات اصبح المتلقي متشتت في وسط هذه المعلومات. فما دام انت تملك المعلومة وتملك الخبر وتملك الخدمة، فأنت باستطاعتك أنك أنت تتواصل مع المتلقي بشكل واضح مباشر وسريع دون تأخير، وتقدر تحقق الكثير. البحريني والإماراتي مضرب مثل في الكثير من الخدمات اللي نشوفها. يعني أنا بعطيك على سبيل المثال، اليوم شاهدت شباب وبنات الإمارات في كل زاوية في هذه القمة. إدارة هذا العدد الكبير من الحضور تميز. نفس الشيء بالنسبة للبحرين، يعني احنا نعتمد اعتماد كلي على العنصر البحريني، وانا اخذها على سبيل المثال في الاعلام مثلا. كل ما تشاهده امام الشاشة بحريني، وخلف الشاشة وفي تقنية المعلومات وفي كل يعني الادارات المساندة تجد البحريني. فلله الحمد، لما نقول بان فعلا الشباب الوطن هم الثروة، هذا ليس بكلام شائع، بل فعل نشوفه على ارض الواقع. تجديد اي خدمة اليوم، تجديد رخصة سياقة، تجديد جواز، قيسها اليوم في اي بلد خليجي، وقيسها بالمقابل في اي بلد اوروبي. ما زالت الكثير من الدول الاوروبية تعتمد على الورق، وبعض الاجراءات تاخذ منك ايام، واحنا ولله الحمد دولنا اليوم عبر اجهزة بسيطة وخلال ثواني تقدر تنتهي مثل في مثل هذه الاجراءات. فاحنا يجب ان نفخر بشبابنا، يجب ان نفخر بما عندنا، واعتقد هذه مهمة الاعلاميين في ايصال مثل هذه الصورة الإيجابية. فكل اللي نتمناه أن الله يديم علينا هذه النعمة، نحن في نعمة وفي خير، والله يديمها إن شاء الله على الجميع.